مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. في جديد أخبار اللاعبين المحترفين وحسب آخر الأخبار في المواقع الرياضية الإيطالية، فإن اللاعب الدولي الجزائري آدم الناس مطلوب بقوة من قبل إدارة نادي ويستهام الإنجليزي، حيث أكد موقع كاتشو ميركاتو الإيطالي بأن إدارة نادي ويستهام تسعى للظفر بخدمات اللاعب آدم الناس، خاصة وأن هذا الأخير يتواجد خارج اهتمامات مدرب نادي الجنوب الإيطالي جاتوزو. كما كذبت الموقع الإيطالي بأن إدارة نادي ويستهام الإنجليزي دخلت في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي نابولي من أجل التعاقد مع اللاعب آدم الناس، حيث تقدمت لهم بأول عرض رسمي قيمته 15 مليون أورو، مع العلم بأن اللاعب آدم الناس انتقل خلال الموسم المنصرم إلى نادي نيس حيث لعب معهم موسما واحدا على سبيل الإعارة.